خلينا ارحب الاول بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا محمد. كيف يا فندم؟ انا عارف لحظات يعني صعبه جدا. حضرتك قبل التصوير كمان قلت لي شايله هم اليوم ده، اليوم كله متلخبط. احكي لي على اللحظات الصعبه بتاعت النهارده، احكي لي وانت بتشوفي المسلسل اكتر حاجه كنت بتفكري فيها ايه وقتها؟ لا فعلا يوم غريب والله من اوله، الحمد لله على كل شيء. طبعا يوم كده عارف ترقب، يعني يمكن من اول رمضان منتظره وكلنا منتظرين والله، حاملين همه جدا بنفكر فيه، حطينا له برضو مليون سيناريو سيناريو، وبرضو دايما بيبقى الواقع والحقيقه بتختلف تماما عن كل اللي انت بتتخيله في خيالك. يعني يمكن زي اول حلقه بالظبط، نفس الشعور بالظبط بتاع اول حلقه خالص، اللي هي حلقه نزول عشماوي من الطياره والدخله دي بتاعت لا بصراحه كانت حلقه قويه جدا جدا جدا. المشاعر بقى مشاعر متضاربه جدا من حب ان انا عايزه اتفرج فعلا، عايزه افهم، عايزه اعرف ايه اللي حصل. يمكن سمعت قصص كتير جدا من الابطال اللي ربنا كتب لهم الحياه، ما شاء الله، يعني ربنا يديهم الصحه وطوله العمر. ومع ذلك ما مهما سمعت ما تخيلتش، يعني مهما تخيلت ما مش هو الواقع بقى، اللي هي غير الرؤيه تماما. يعني شعور بقى من القلق، خايفه جدا من ان انا اشوف، وخايفه ان انا كنت سامعه ان الواقع قاسي جدا يعني وصعب، فخايفه على قلقانه على مترقبه على يا ترى هيبقى حتى يا ترى الحاله طب هتبقى على قد المستوى بتاع الليفل نفسه بتاع المسلسل ولا لا، على يا ترى حصل لهم ايه. انا سمعت ما شفتش، انما طبعا الواقع فاق كل توقعاتي وكل خيالاتي برضو يعني كالعاده. حضرتك قلت لي ان الشهيد احمد المنسي رحمه الله عليه مات واستشهد بنفس الصوره. يمكن دي معلومه ما اتقالتش ليا ابدا في الاول، يمكن اتقالت ليا من فتره بسيطه جدا، يعني من احد الضباط يعني دفعه احمد الله يرحمه، ان هم لقوه بنفس الطريقه اللي كان موجود عليها، ان هو متدلي او نصفه يعني العلوي متدلي من فوق، يمكن هو خد الطلقه او الاصابه ووقع بنفس الحاله بالظبط. فانا فعلا ذهلت لما لقيت التفصيله دي، ده معناها ان فعلا وصلوا لادق التفاصيل وطلعوا فعلا الحقيقه بالظبط. يعني